شاي مع قهوة. ما عندك القهوة؟ عيوني تسكر. جيب على زين النار. بس هون. واحنا من سلطنة عمان مسلم المهري جايين وعائشته، اصطحبناهم إلى جبل أراغاز، وهسه بين الدلوج شحلنا النار، كنا نشرب شاي وقهوة ونكمل جولتنا اليوم إن شاء الله. عندنا برنامج أو عندنا عرض لمدة 5 أيام نشرناها على مواقعنا على الفيسبوك والإنستغرام والتويتر، تقدرون تزوروها وتشوفوها باسم أرارات السياحة صفحاتنا. العرض يتضمن 5 أيام و4 ليالي على إقامة في فندق 4 نجوم في وسط يربان مع برنامج سياحي، ورقم التليفون معروض مع التقرير يمكنكم الاتصال بنا. هذا القهوة صارت عيني أبو محمد. أو قهوة جاهزة ما شاء الله. قهوة جاهزة يبقى الشاي. والشاي إن شاء الله على طريق. ها؟ وإن شاء الله الشاي بعد القهوة. ورا القهوة هذا نخلي طوري ما شاي همينة على النار. ومثل ما قلتكم الرحلات ما شاء الله موجودة مع أبو ماسيس إلى 5 أو 4 أماكن، إلى جهة الشرق وجهة الغرب وجهة الشمال، ونحن حاليا في منطقة الغربية من يرفان. تذكر أسماء الأماكن اللي زرتوه؟ الأماكن أول رحلة كانت في المدينة، تعريف بالمدينة ونصب الإبادة الجماعية، وزرنا نصب الأم الأرمينية، وكانت لنا جولة في المدينة، ومن ثم رجعنا إلى الفندق، وباليوم الثاني أخذنا أبو ماسيس إلى بحيرة صيفان. والتلفريكات وتغدينا هناك في مطعم على البحيرة، مطعم ما شاء الله جيد جدا، عنده مأكولات طيبة وأسعاره مناسبة جدا. وبالأمس رحنا إلى شرق يرفان إلى معبد غارني ودير كيغارد، في أكبر منحوتة جبلية في العالم، وأنصحكم بزيارة أرمينيا، بلد جميل جدا وشعب محترم، وفيه من التراث والثقافات القديمة والعريقة، ومثل ما قلت لكم الريال طيب جزاه الله خير، ما قصر معنا من أول يوم، خدمنا بأشياء كثيرة. حبيبي نتشرف فيك، وكل واحد يجينا من طرفكم، والقهوة جاهزة. القهوة جاهزة نعم. يلا هسه نجيب الجلاسات.